بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، وإحنا قبل كده قلنا كذا مرة إن السنة إن إحنا نجلس في حلقات، فلو هي الكاميرا هتخلي مفيش حلقات يبقى نلغي الكاميرا، لكن نلغيش السنة. فالإخوة تتحلق، الكاميرا مش هتعرف تصور إن شاء الله، عنها ما صورت. يقول مجيء الإخوة، قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الله سبحانه وتعالى ذكر مرحلة جديدة من مراحل حياة يوسف عليه السلام، متجاوزا بذلك كثيرا من الأحداث التي تفهم من خلال هذه المقدمة اليسيرة. الله سبحانه وتعالى الآية أو الموقف اللي قبله قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الله سبحانه وتعالى جعل يوسف على خزائن الأرض، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف، طلب أن يكون، طلب أنه يكون وزير المالية في زماننا ورئيس الخزانة في زماننا دوت. والملك من قبل أن يطلب يوسف قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، اللي أنت عايزه هتمكن منه، وهتمكن منه ليس لحبنا لك ولكن لأمانتك لاستحقاقك ذلك. أكد يوسف ذلك، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أطلب هذه المهمة بما معي من مؤهلات، ولست أطلب هذه المهمة لمجرد أنك تستأمني، وليس لمجرد أنك أن لي مكانة عندك. فيوسف عليه السلام أصبح على خزائن الأرض. إيه اللي حصل بعد كده؟ لم يذكره الله سبحانه وتعالى، وإنما انتقل إلى النتيجة مباشرة. النتيجة أن اضطر من هم في بلاد الشام، من هم في أقاصي الشام، اضطروا أن يجيئوا إلى يوسف عليه السلام لكي يطلبوا منه الطعام والشراب، لكي يأخذوا منه أخواتهم. قال: وجاء إخوة يوسف. اللي حصل بعد كده، اللي حصل في خلال الفترة ديت مفهوم. اللي حصل أن يوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض وأدارها أحسن إدارة، ومرت سنين، مرت سنون الرغد وسنون الخصب والنماء، 7 سنين عدت التي فيها زرع وفيها ضر وفيها حصاد وفيها خير. عدت 7 سنين وجاءت سنين القحط، واستنفذت سنين القحط هذه ما عند الناس من المدخرات، حتى اضطروا إلى أن يخرجوا إلى خارج بلادهم يطلبون الطعام والشراب من البلاد التي لا زال فيها طعام ولا شراب. ثم انتهى الطعام والشراب، انتهى القوت من هذه البلاد أيضا، حتى لم يبقى هنالك إلا مصر، فضلش هناك إلا مصر. كل الكلام ده الله سبحانه وتعالى لم يذكره. والله سبحانه وتعالى يعني هذا سياق القرآن دائما بهذا يتكلم الله سبحانه وتعالى في كل ما يذكره من القصص، التفاصيل اللي ملهاش لازمة، الأحداث اللي ما تفيدش الإنسان دروس وعبر، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها، يسكت عنها، لا يذكرها، وإنما يذكر ما تفهم به. وجاء إخوة يوسف. إيه اللي هيجيب إخوة يوسف من الشام؟ إيه اللي هيجيبوهم؟ إيه اللي هيجيبهم ليوسف عليه السلام؟ يفهمها الإنسان الأول وهلة، إن الجد وصل لحد بلاد الشام، وإن ما بقاش في مكان يشتروا منه طعام. الجد وصل عندهم، ما عندهمش زرع، وما فيش كمان معاهم إن هم يشتروا طعام في البلاد المجاورة،
فخرجوا حتى وصلوا إلى مصر، وعجزت الحكومات، عجزت الأنظمة الموجودة على أن تأتي للناس من مصر بشيء، حتى اضطروا أن يخرجوا عائلات، أن يخرجوا ليس قبائل وليس كدولة وليس كمدينة، بل العائلات بنفسها هي اللي تخرج. يعني معناها حتى الحكومات اللي موجودة، سواء كانت في الوقت ده كانت قبيلة ولا كانت مملكة، هي ما كانت الحكومة، طبعا هو كان في ذلك الوقت على حسب قول أكثر المؤرخين أنه كان زمان الكنعانيين، وديت كانت مملكة، كانت مملكة هي اللي بتحكم، كان أيضا عندها خزائن وكان عندها وزارات، مملكة من الممالك كانت بتحكم. فحتى هذه الممالك لم توفر الطعام، إما أن الممالك سقطت، الملوك والأنظمة سقطت عشان ما قدروش أنهم يوفروا الطعام للناس عندهم، وإما أنهم اهتموا بأنفسهم وتركوا الشعوب والرعية تلاقي مصيرها. البعض قال سقط ملك كنعان في هذه الأوقات في سنين القحط، والبعض قال لم يسقط. لكن طب هو إيه اللي يخلي العيلة، إيه اللي يخلي الأفراد هم اللي يطلعوا يسافروا عشان يجيبوا الطعام؟ المفروض البلد فيها في حاجة إلى طعام، هي اللي بترسل السفراء الرسميين، هي اللي بتستورد عشان تجيب للناس الطعام. لا، ده اضطروا ان هم يخرجوا في شكل عائلات. نقول كل هذه المواقف والأمور الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، لم يأتي على ذكرها، بل تركك أنت تفهمها، لا فائدة من ذكرها، وتفهم بعد ذلك من السياق. فإذا كان المعنى مفهوم فالزيادة في الألفاظ هو نوع من قلة البلاغة. الكلام اللي يتفهم منك في 4 كلمات لو قلته في 5 يبقى ده نوع من الفهاهة، الفهاهة اللي هي عكس البلاغة، ده نوع من التقصير في التعبير. الكلام اللي يفهم في جملة لو انت قلته في 2 جملة يبقى دوت نوع من التقصير في الكلام. خير الكلام ما قل ودل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قل وكفى خير مما كثر وألها. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يقول طريقة القرآن طريقة رائعة مبهرة في اختصار ما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة في الإطالة فيه. مرت السنوات 7 المخصبة وباشر فيها يوسف الملك، وقام بأعباء خزائن أرض مصر خير قيام، وأعد العدة للسنين المجذبة، وبالفعل جاءت هذه السنون العجاف، وعم القحط بلاد مصر وما حولها حتى وصل إلى بلاد كنعان التي كان فيها يعقوب عليه السلام وأولاده. وكان الحال في مصر بفضل الله على أهلها بيوسف خير حال صلى الله عليه وسلم، حتى قام هذا القطر بالعالم بأسره في ذلك الزمان. مصر كفت العالم كله في ذلك الزمان، كفت العالم ما كان فيه حكومات وما لم يكن فيه حكومات. استطاعت مصر بما من الله سبحانه وتعالى عليها بيوسف عليه السلام، بما عنده من العلم وبما عنده من الأمانة، استطاعت هذه البلاد أن تجمع قائد واحد عنده دين وعنده خبرة، عنده المؤهلات الدنيوية، وعنده الوازع الإيماني الذي يمنعه من أن يتسلط، يمنعه من أن ينحاز إلى فئة، يمنعه من أن يحوز الخير إلى نفسه. قائد واحد في هذه البلاد تستطيع بها البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى أن تكفي العالم بأسره. هذا ما حدث مع يوسف عليه السلام. قال: وكان الحال في مصر بفضل الله على أهلها بيوسف خير حال، حتى قام هذا القطر بالعالم بأسره في ذلك الزمان، بما جعل الله في مصر من البركة أصلا وفضلا، أصلا بأنها أرض مباركة كثيرة الخير، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وفضل بحسن صنع يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى جعل مصر بلادا مباركة. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، اختلف فيها العلماء، هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. قال بعضهم أنها بلاد الشام، وقال بعضهم أنها فلسطين، وقال بعضهم أنها بيت المقدس خصوصا الأرض المقدسة، وقال بعضهم أنها بلاد مصر.
والصحيح أن الله سبحانه وتعالى مكن لبني إسرائيل في كل ذلك. مصر مكنهم فيها بإهلاك فرعون، الشام مكنهم فيها بأن لم يكن هناك من يمنعهم منها وأحدثوا فيها غزوات وفتحوا فيها الفتوحات، والبيت المقدس وعدهم الله سبحانه وتعالى به. الظاهر أن كل هذا من الأرض التي بارك الله فيها. الأرض التي بارك الله فيها الظاهر أنها مصر والشام، مجموع مصر والشام. الله جعل فيها خيرا، جعل فيها الخير وجعل فيها البركة بذاتها. هي أرض فيها بركة، هي أرض فيها خير. يمكن بعد لما اتفضح السرقة اللي كان بيقوم بها الجماعة بتاع مبارك، تبين للناس كلهم ما مدى البركة التي في هذه البلاد. كل الفلوس اللي عمالة تتسرق ديت، يعني ميزانيات يعني فلوس تتسرق تعادل ميزانيات دول، بل أكثر من ميزانيات دول، تعادل قريبا من ميزانية أمريكا. تخيل أمريكا في سنة كده الميزانية بتاعتها تتسرق، مصر سرق منها ما يعادل هذا وأكثر، ما يعادل هذا وزيادة. سرق منها جميع أنواع السرقات، موارد طبيعية، الذهب والغاز والبترول مسروق، فلوس مسروقة، أراضي مسروقة، حقوق مسروقة، كل حاجة، عقول مسروقة، طاقات بشرية، كل حاجة في مصر كانت تسرق. ومع ذلك ظلت بلد وظل الناس يعيشون فيها، لم تتعرض لمجاعة، ولم يحصل فيها ما حصل في غيرها من البلاد، بل الله سبحانه وتعالى حماها بفضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الفضل على هذه البلاد. يعني الأحداث اللي بتحصل كثيرة والله أعلم هتنتهي على إيه، لكن يعني بنقول على المسلمين أن يطمئنوا، على المسلمين أن يعظم رجاؤهم في الله سبحانه وتعالى. فهذه أرض الله سبحانه وتعالى هو الذي بارك فيها، الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة. مش معنى كده أن مش ممكن يحصل فيها مجاعة، لا، حصلت فيها قبل ذلك مجاعات، لكن لم يكن فيها من الصالحين. كان الوقت ده حكم الشيعة، كانوا يفرضون على الناس صورا من الشرك ورضخ لهم الناس واستسلموا لهم، وهذا بحمد الله لم يحدث في بلاد مصر في هذه الأيام. الله سبحانه وتعالى يعني شاء أن يعني ينهض الناس لرد هذه المظالم، سواء قبل الثورة بما قامت به الصحوة الإسلامية من محاربة الشركيات ومحاربة محاولة فرض الأنظمة الكفرية والطاغوتية على الناس، ثم بعد ذلك بما قدر الله من الثورة التي قسمت ظهور الجبابرة. فمش لما يجي الخير، مش لما يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الناس تتخض والناس تظن أن الله مهلك هذه البلاد، لا، ده كان الشر أضعف كده. احنا الأول بنحسبها بحسابات شرعية قبل ما نحسبها بحسابات دنيوية. الله سبحانه وتعالى لا يهلك قوم فيهم صالحين إلا إذا كسر الخبث. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كسر الخبث. فبعد ما كان الخبث على مستوى البلد بأكملها، انكسر جزء كبير من ذلك، انكسر ذلك في رأس البلاد، وانكسر ذلك في الهيمنة للأنظمة الكفرية على البلاد، انكسر ذلك، وأصبح المستضعفين أصبح لهم منفسا وأصبح لهم شيئا من المكانة. فما نجيش نقول لما الفساد انكسر نبدأ ان احنا نخاف، وما نسمحش لحد ان هو يخوفنا كل شوية يقول لنا ده احنا البلد هتشحت، ده مصر قربت تشهر افلاسها، ده احنا بنقول فعلا احنا في مرحلة خطرة، وبنقول فعلا ان البلد لازم تقف على رجليها ولازم تستقر، لكن ليس معنى هذا ان نيأس من فضل الله ورحمته ولا ان نقنط، بل يزداد رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى. كلما الخير بيزداد، كلما الطاعة تزداد، لابد أن يزداد يقينك في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاك. قال الله سبحانه وتعالى: وهو يتولى الصالحين. وهو يتولى الصالحين، كلما الصلاح بيكتر، كلما عدد اللي ربنا بيحفظهم مش اللي هم بيحفظوا أنفسهم بيزيد. ما يبقى الصالحين خمسة، يبقى في خمسة ربنا بيحفظهم وبقية الثمانين مليون الله أوكلهم إلى أنفسهم. لما يبقوا عشرة يبقى حفظ ربنا العشرة، أما يبقوا مية، لما يبقوا ألف. فكلما الخير يزيد، كلما القرب من الله سبحانه وتعالى يزيد، كلما يعظم رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى. الذين يتولاهم الله نرضى بتلاقيهم في كل مكان، الصالحين صاروا كثيرا في كل مكان. فما تجيش بعد ما كسر الصلاح تظن أن الله سبحانه وتعالى يهلك الصالحين، لا تظن ذلك، وإنما كان الإنسان يخشى الهلاك قبل ذلك. أما الآن فالإنسان رجاؤه يعظم في الله سبحانه وتعالى، الإنسان يزيد رجاؤه في الله سبحانه وتعالى. قال: أورثنا الأرض الذين
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه بركة جعلها الله في هذه البلاد أصلا، وزادهم بركة بأن جعل فيهم يوسف عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله: احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهرام متعددة هائلة، وأرد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يكفي الناس بما في أيديهم مدة السنين السبع، وكان رحمة من الله عز وجل على أهل مصر. كان يوسف عليه السلام رحمة من الله سبحانه وتعالى على أهل مصر، لكن هذه الرحمة لابد لها من أسباب مادية. يوسف عليه السلام سلك هذه الأسباب المادية فجمع الغلال أحسن الجمع، جمعها جمع كويس، ما سابش طريق للحرامية والسراق وأصحاب النفوس الضعيفة انهم يخبوا حاجة، وإنما كان يقوم على جمع الثروات وبعد كده يحفظها أحسن حفظ عشان ما يسيبهاش تتلف ولا تتسرق ولا يتولع فيها ولا تتحرق ولا تتفجر. قال: وجمعها، فجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهرام متعددة هائلة. ترى يعني كلام ابن كثير رحمه الله، ترى نظرته إلى الأهرام التي كانت في مصر حاجة مش متخيلة عند الناس. طبعا ابن كثير كان من قبل ما اللغة الهيروغليفية، لغة الفراعنة كان اسمها اللغة الهيروغليفية، دي ما تعرفتش غير يعني في أواخر القرن الثامن عشر. ابن كثير رحمه الله كان في القرن التاسع، يعني كان بينه وبين معرفة لغة الفراعنة، الفراعنة كانوا بيقولوا إيه، كان بينه 9 سنين. قبل كده كانت الأهرام دي الناس مش عارفة توصفها، مش عارفة تقول هي الأهرام دي بتاعت إيه. ما كانش يخطر في بال عاقل أبدا إن في إنسان يبلغ به الحضارة أن يبني مثل هذا البناء، تبلغ به القدرات المبنية المادية أن يبني مثل هذا البناء اللي هو الهرم، وفي النهاية يطلع عامله عشان تبقى تربة يتدفن فيها. البيوت بتاعته أقل، المساكن بتاعتهم عبارة عن طين زالت، الترب بتاعتهم بتاعت الناس العاديين عادية، بتاعت الملوك بلغ من الكبر أن يبني بناء مثل الهرم. الهرم ده علشان يتبنى ربما لا تكفي له هذه الأيام، في الأيام ديت ربما لا تكفي له تكنولوجيا العالم، عشان نجيب التكنولوجيا بتاعت العالم النهاردة ونقول لهم ابنوا لنا هرم يمكن ما تكفيش، يمكن لا يستطيع الناس أن يبنوا بناء مثل هرم. كل شوية يكتشفوا في الهرم حاجة جديدة ما كانوش عارفينها، يقولوا يا ده الهرم بيعمل كذا، يا ده الهرم فيه كذا، يا ده شوية يقول لك ده الهرم طلعت الجهات بتاعته مطابقة للجهات الأصلية، بعدين يطلع واحد يقول لك لا ده منحرفة شوية، بعد كده يطلع واحد يقول لك لا ده الأرض أصلا ميلة 23.5 درجة، فما نحط الميل دوت على الميل بتاع الهرم هنلاقي إن هو الهرم واخد الجهات الأصلية صح، مش زي ما احنا كنا متخيلين إن هي ميلة شوية. واحد يقول لك ده المسافة بين قعر الهرم، بين الأساس بتاع الهرم بين الأرض وأعلى الهرم، فألف تساوي المسافة بين الأرض والشمس، ولا في مليون تساوي المسافة بين الأرض والشمس، ده مش عارف مساحات الهرم تساوي مساحات إيه، ده مش عارف الهرم لو حطيت فيه اللحمة ما تبصي، حطيت فيها اللحمة سنين ما تبص، ده كل شوية يكتشفوا ان الهرم فيه فائدة حضارية، الطريقة بتاعت البنى بتاعته عملت حاجة، في حاجة تكنولوجية ما كانوش واخدين بالهم منها، في حاجة يعني افادة جديدة ما كانوش متخيلين ان هي موجودة في الهرم. فمن زمان جدا ابن كثير وهو مش متخيل ابدا ان الاهرام دي تكون معمولة ترب. تخيل انت نيجي نقول عايزين نعمله ناطحة سحاب في عبد القادر، بس ناطحة السحاب دي هنعملها الناس اللي يموتوا، مين يشتري برج، يشتري دور في ناطحة سحاب، جناح فندق كبير يتدفن فيه بعد ما يموت، سفاها لا حد لها، قلة عقل مش ممكن. الناس وصلوا لهذه التكنولوجيا والحضارة بعدين يفكروا بالطريقة الغبية دي. فابن كثير رحمه الله ظن ان هم بيحفظوا عاملين الاهرام دي علشان يحفظوا فيها الغلال،
كانوا بيعملوا أهرام داش يحفظوا فيه الغلاية. فعلا البنى الهرمي له قدرة على حفظ الأشياء، بيمنع الفساد عن الأشياء أكتر من البنى الشرعي. كان في شركة إيطالية كانت يعني صاحبها كان بيحب الفراعنة أوي، فعمل العلب. الشركة الإيطالية بتعمل لبن، لبن محفوظ زي بتاع مش عارف فرج الله والحاجات ديت. فعمل العلبة على شكل هرم، عمل العلبة على شكل هرم، لقى مدة الصلاحية بتخلص بتاعت اللبن، واللبن بيقعد حوالي 6 شهور زيادة بعد انتهاء مدة الصلاحية واللبن سليم. ما كان بيعملها في العلبة المربعة العادية ديت ما كانش بيعيش. طبعا العلبة الهرمية كانت بتكلفه فلوس أكتر من العلبة اللي هي المربعة، العلبة اللي هي العادية بتاعت اللبن العادي. فالناس كانوا بيعيبوا عليه، انت ليه بتعمل كده؟ وهو نفسه كان بيعمل كده بس عشان هو بيحب الفراعنة مش أكتر من كده، عجبه الأهرامات بيحب الأثار فراح حاملها على شكل الأهرامات. فبعد كده فوجئ ان مدة الصلاحية ممكن يزودها 6 شهور، بعد انتهاء الصلاحية في 6 شهور اللبن بيفضل سليم جوه العبوة. فبدأوا يبحثوا في الكلام ده، فلقوا فعلا ان الهيكل الهرمي الشكل الهرمي بيقلل الضغط والحرارة وبيمنع تفاعل الحاجات الضارة، البكتيريا الضارة، الحاجات دي داخل المواد العضوية، اللبن بقى وغيره، اي حاجة بتتحفظ فيه، اي حاجة قابلة للفساد بيحفظها وبيقلل التفاعل بحيث ان هي تفسد بعد مدة اطول. كان في اوضة كانت مقفولة في الهرم ما كانوش عارفين يفتحوها، بعد ما فتحوها لقوا فيها حاجات، من ضمن الحاجات اللي لقوها لقوا فيها شوية سنابل قمح محفوظة من ايام خوفه لحد النهاردة ما كانوش عارفين يفتحوها، ولحد من سنتين مثلا ما كانوش عارفين يفتحوها. لو انتوا فاكرين كانوا اخترعوا لها ريبوت واخترعوا الانسان آلي وبعدين اتكسر وبعدين عملوا لها واحد تاني لحد ما عرفوا يوصلوا لها في الاخر. فتحوها فلقوا جوا شوية حاجات، من الحاجات اللي هو لقوا شوية غلة، شوية قمح من ايام خوفه لحد النهاردة لسه سليم، لازال سليم قابل ان هو يتزرع وينبت مرة تانية، قابل ان هو يطحن دقيق، لكن ما فيش اي حاجة حصلت فيه. فابن كثير رحمه الله ظن ان هو بنين الاهرامات الكبيرة ديت علشان خاطر يحفظوا فيها الغلال، ويقول حصل من ذلك مبلغ عظيم، يعني حصل كميات كبيرة واهرام متعددة هائلة، وهرد عليه الناس من سائر الاقاليم والمعاملات، معاملات اللي هي البلاد اللي في الإقليم، إقليم مثلا زي شمال أفريقيا، معاملات زي مصر وليبيا والجزائر والحتت ديت. قال من سائر الأقاليم والمعاملات يمطرون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة. وعارف أنهم جعانين وعارف أنهم جايين من مسافة بعيدة، لكن لا ينبغي للشفقة أن تتسبب في إضاعة الخلق. أحيانا الواحد يصعب عليك فتضيعه، حين واحد يصعب عليك فتديله وتضيع حق أخوه. يوسف عليه السلام كان بيدي الواحد حمل بعير في السنة، حمل بعير ده يقضيه بشيء من الاقتصاد، ولكن هيضطر ان هو يرجع تاني في السنة اللي بعديها، يعني هيتكلف 7 رحلات او 14 بقى رايح جاي، هيتكلف 14 رحلة. فكان يشق عليه في هذه الرحلات المتعددة ولا يزيده على حمل البعير ولو ربع حمل بعير. ليه؟ علشان خاطر يضمن أن يكفي العالم. دلوقتي ما بقاش مسؤول عن مصر، ده بقى مسؤول عن العالم بأكمله. العالم في مجاعة ولا يوجد من يستطيع أن يخرج العالم من هذه المجاعة إلا مصر. فسعة التفكير، هو الأول فكر لمصر فقال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله ثم يأتي من بعد. ادالهم خطة لمصر. لما الموضوع ما بقاش مصر، اما الموضوع بقى العالم كله، صار يفكر بما يناسب العالم. الاول كان لهم تاكلوا بس ايه يعني ما تصرفوش، دلوقتي يقول لهم لا، ده انتوا لازم تقتصدوا في الطعام، لك في العام حمل بعير. وهو والملك والجنود الحاشية حكومة الناس الكبار لا يأكلون في اليوم إلا مرة واحدة، أكلة واحدة في نصف النهار، أكلة واحدة في نص النهار. ليه؟ علشان يقدر يجوع قبلها 24 ساعة ويقدر يجوع بعدها 24 ساعة، أكلة واحدة في منتصف النهار حتى يستطيع أن يقوى على العمل فيعمل. ولو أكلها الصبح بدري على نص النهار هيجوع مش هيقدر يشتغل.
ولو أكلها بالليل هيصحى الصبح جعان مش هيقدر يشتغل. طب يأكلها إمتى؟ يأكلها في نص النهار، يتحمل الجوع شوية الصبح ويأكل فيتقوى على العمل، يقدر يكمل النهار وهو يعمل، وبعد كده ينام جائعا. فاستيقظ يتحمل شيئا من الجوع، هينام هيريح من ألم الجوع شوية، بعدين لما يصحى جعان برضه بس هيتحمل شوية لحد الظهر، بعد كده يأكل أكلة في وسط النهار. كان من التخطيط الرائع أولا، وثانيا كان من القدوة والأسوة الحسنة. يقول: فليتأمل ملوك الأرض هذه العبارة التي نقلها ابن كثير رحمه الله عن يوسف عليه السلام والملك وجنودهما في الاقتصاد في الطعام والبدء بأنفسهم رعاية لحق الناس وحرصا على مصلحتهم، وليسوا كالصم البكم الذين ينفقون الملايين في أنواع الرفاهية والشهوات وبناء القصور. روح يجيب البيتزا من إيطاليا، تجيله بالطيارة مخصوص علشان خاطر ما بيحبش هو البيتزا بتاعت مصر، وأماكن اللعب واللهو وشعوبهم في القحط والجوع والمرض. إن الإمام لابد أن يكون قدوة للناس، يبدأ بنفسه ولا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيهدم معالم الجاهلية، يبدأ بمين؟ قال: وأول دم أضع من دمائنا، أول دم يهدمه من دماء الجاهلية من الدماء التي كانت تجب له ولعائلته. قال: من دمائنا دم ابن ربيعة، دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل. وربا الجاهلية موضوع، أول ربا هيهدم إيه؟ وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. يقول: فبهذه الأسوة الحسنة من الأئمة ومثلها العلماء والدعاة يسير المجتمع في سكينة وأمان وتحاب وتعاون، بلا صراع بين طبقاته، وبلا حقد وحسد بين أبنائه، ولا تمييز بين أفراده على أسس غير شرعية كالمحسوبية والرشوة والخرابة من ذوي السلطان والمصالح الدنيوية الحقيرة وغير ذلك مما هو من أسباب شقاء الأمم والشعوب وعدم قدرتها على تخطي مشاكلها وأزماتها. يدرك ذلك جيدا من يعيش في مجتمع مفكك متقطع الأوصال مبتلى بقيادة ظالمة، وإن كان الأمر في النهاية ثمرة مرة للظلم المشترك المتبادل بين الراعي والرعية. فإن الله عز وجل بحكمه العدل قد قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. كذلك نولي بعض، لا يولى على ظالم إلا ظالم مثله، ولا يتولى ظالم إلا على ظلمة من أمثله. قال ابن كثير رحمه الله: وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال، وفي الثانية بالمتاع، وفي الثالثة بكذا، حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما يملكون، ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها. الله أعلم بصحة ذلك، وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. هذا ذكره بعض المفسرين متأثرين بما في كتب السابقين، بما في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس أن يوسف عليه السلام احتال على الناس حتى اشتراهم هم، حتى ما ملك هو أخذ بقى على خزائن الأرض، بقى على خزائن الأرض بقى ياخذ الزيادة ليه، ياخذ الزيادة ليه. فلما جت سنين العجاف، لما جت سنين العجاف الناس عايزة أن هي عايزة طعام وشراب، فأول سنة باعهم بالأموال. يقول إن هو في السنين اللي هي اللي كان فيها الرغد وكان فيها الخصب الحاجة رخيصة، ويوسف عليه السلام أخذ يجمع كل ذلك لنفسه لحساب نفسه. بعد كده لما جه القحط السنة الأولانية باعهم بالأموال، كل اللي عايز حاجة يشتري بس بثمن كبير، لحد ما خلص الفلوس بتاعت الناس. في السنة الثانية باعهم بالمتاع، اللي عنده هدوم، اللي عنده عفش، اللي عنده حاجة، حتى ما ساب الناس ما عندهمش لا فلوس ولا متاع. في السنة الثالثة باعهم بالمواشي، بالماشية. في السنة الرابعة باعهم بالزرع، بالحرص، اللي عنده أرض يشتري. في السنة الخامسة باعهم بأولادهم، عنده عيل يشتري. في السنة السادسة باعهم بأنفسهم،
خلاص كده ايه، ما اخر حاجة عندهم نفسهم باعوها، بقى الناس كلها مملوكة ليوسف عليه السلام. ففي السنة السابعة مفيش حاجة، هيموتوا من الجوع. فقالوا فرد عليهم كل ذلك واعتقهم، راح مرجع لهم الحاجة دي كلها واعتقهم. فلما رأوا ذلك منه أسلموا، لما شافوا الفعل ده من يوسف عليه السلام عند ذلك أسلم الناس. أولا كلام خيالي لا يمكن أنه يحصل، ثانيا هذا من قلة النصح، من قلة نصح يوسف للناس ومن المشقة العظيمة على الناس، يعلم أن هناك ضرر لا يحذرهم بل يستغل ما يعلم ويجهلون. هذا مخالف لصريح القرآن، ابن كثير يقولها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. الصحيح أن هذا مما يخالف ظاهر القرآن، فظاهر القرآن أن يوسف عليه السلام نصحهم وبين لهم، ثم بعد ذلك مارهم وأعطاهم ما يريدون بأموال وبغير أموال كما هو ظاهر في القصة. يقول ابن كثير رحمه الله: الغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة الآية: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هم دخلوا على يوسف فهو عرفهم، أما هم فلم يعرفوا يوسف عليه السلام. وقوله تعالى وهم له منكرون اختلف فيه المفسرون، بعضهم قال منكرون أي لم يعلموه، أنكروه يعني لم يعرفوه، الإنكار عكس المعرفة. وبعضهم هو الصحيح والله أعلم أنهم استشعروا أنه يوسف لكن كذبوا ذلك، شايفين واحد فكرهم بيوسف، طب هو يوسف ولا لا، فيعني استنكروا ذلك في انفسهم، باعوه عبدا وفعلوا به ما فعلوا، ومع ذلك ما تخيلوا ابدا ان يكون الان في سدة الحكم، ان يكون الان هو الذي يقيت العالم باسره. فعرفهم وهم لهم منكرون، الظاهر انهم استشعروا انه يوسف ولكنهم انكروا ذلك في انفسهم بينهم بين نفسهم، قالوا لا مين يصدق ان ده يوسف، مستحيل يكون ده يوسف عليه السلام. وهذا يبدو بعد ذلك، هذا يظهر بعد ذلك لما قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا انك لانت يوسف، يعني معنى كده ان المعنى ده كان حاضر في انفسهم، كانوا حاسين ان هو يوسف عليه السلام. عشان كده اول لما جاب سيره يوسف قالوا انك لانت يوسف، يا ترى انت بقيت انت فعلا يوسف. يقول: كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عليه السلام عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما، وركبوا 10 نفر، واحتبس يعقوب عليه السلام عنده ابنه بنيامين. طبعا بنيامين هذا مما لا نصدقه ولا نكذبه، لم يرد عندنا في القرآن تصديقه ولا تكذيبه. وكان أحب ولده إليه بعد يوسف، فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليهم. وهم له منكرون أي لا يعرفونه، الصحيح أنهم أحسوا بأنه يوسف لكنهم أنكروا ذلك في أنفسهم. قال: أنهم فارقوه وهو صغير حدث وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به، ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوه، أما هو فعرفهم. دخلوا على يوسف عليه السلام فعرفهم وهم له منكرون، هو عرفهم وهم ما عرفوش، أو عرفوه وأنكروا. الآية اللي بعديها: ولما جهزهم بجهازهم، يعني شافهم لم ينتقم منهم، لم يفعل معهم أي شيء، وإنما عرفهم وظلهم على إنكارهم له وما انتقم منهم في شيء. يقول: أقف مبهورا أمام هذه الشخصية الرائعة، وأجد حبا ضروريا ليوسف عليه السلام في حلمه وصبره وعفوه وحسن خلقه. لو كان غيره من أهل الدنيا وهو في ملكه وسلطانه ووجد أمامه من فرقوا بينه وبين أبيه صغيرا وألقوه في الجب مظلوما وباعوه للسيارة رقيقا، ولو أمر بهم أن يقتلوا كما هموا أن يقتلوه لقتلوا في ساعتهم، ولو أمر بهم أن يسجنوا كما سجنوه في البئر لسجنوا في لحظتهم، ولو أمر بهم أن يضربوا كما ضربوه لضربوا من فورهم، ولو أمر بهم أن يباعوا كما باعوه لبيعوا في موقفهم. لم يصنع يوسف عليه السلام شيئا من ذلك،
وهم بعد لم يتوبوا مستحقون للعقاب، بل صبر وحلم وأحسن وأكرم وأوفى لهم الكيل وأمر بإنزالهم وإكرامهم خير إنزال. هذا هو اللائق بكرمه وحلمه وسعة صدره وانشراحه بالإيمان والحب والغنى بالله عز وجل، وسلامة القلب من الغل والحقد، وحب الانتصار للنفس والمخاصمة لها. إن القدرة على مقابلة الإساءة بالإحسان، بل مجرد إمساك النفس عن الانتقام، لهي منة عظيمة وعطية كبيرة من الله للعبد وحظ عظيم له، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. محدش يقدر يعمل كده إلا الذين هداهم الله للصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللي يقدر على دية هو عظيم الحظ عند الله، عظيم القدر، عظيم المكانة، عظيم الرزق في الدنيا والآخرة عند الله سبحانه وتعالى. يقول: هنيئا لمن لقي وأعطى ووهب، هنيئا لمن لقي وأعطي ووهب هذه الخصلة، فأعطى ووهب وسامح. أنت أيها المسامح العافي عن الإساءة تأخذ حين تعطي وترتفع حين تتواضع. ألا يكفيك أن تكون فيك خصلة من خصال الأنبياء، من خصال أكرم الناس يوسف عليه السلام؟ هل وطننا أنفسنا على أن نرى من آذانا وأساء إلينا ونحن في قدرة تامة على الانتقام فلا ننتقم بل نحسن ونكرم؟ إن هذا لمن أعظم أسباب العزة والرفعة أضعافا مضاعفة عما لو انتقم الإنسان لنفسه وانتصر لها، وإن كان محقا فكيف بمن ينتصر لنفسه بالباطل؟ إن مآله قطعا إلى الذل والخسران والعياذ بالله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.